دوري ما جيتي من الدوري اه حمد دوري ما جيتي من الدوري قديش نقطعين باش باش نمسح في الدار اي امرا وينك انا عم شي حموده هاني جاي هاي نقعد نبرح عليك بالجيه ترشا ملي خديت بنين عاني كنت حاضر في الفطوره شي حموده كنت حاضر في الفطوره نقعد نبرح عليك بالجيه ترشا ملي خديت بنين عاني كنت حضرك في الفطور ماني قلت لك مش قلت لك نجي تجري تغسلي سقايا حاضر يا شي حمودة حاضر شفيك تصيح يا شي حمودة انا نصيح 10 سنين كاملين عارف انا عارف راسك شنو يحب تحركي فزي قومي جيبي يا خليل سقايا حاضر يا شي حمودة فزي قومي جيبي العشاء كنتي لا على روحي فضل لا تسعوا شي حمد العشاء فديت منك وفديت من العيشة معاك طبط انا قررت باش ناخذ امراه اخرى كنتي على روحي انا عليك خديجه المراه اللي جبتها لي خالتك مباركه عندها مده زيد عجبتني عندها مده بنيه صغيره بنت 17 سنه ربيها ومكبرها على ايديا مش كيف كنتي وحده ترشه لا تدل لا تعل وكمل ترشه لا تسمع حد شيء ماري عليك خديجه هارك مكبوبه خديجه شكون عندي انا بغيرك شكون عندي في البلاد عايشين لا شكون عندي بغيرك هاي قلبي تسمع فيا ولا ايه؟ احلي لينا المرأة سقع الداخل احلي لينا احلي مبارك احلي مبارك فزي تقعد يا مبارك فزي تقعد يا ما عندي حتى حد غيرك انتي انتي هي عشيرتي وعمارة داري ما عندي حتى حد غيرك انتي اهي فزي راني مبصر معاك اهي فزي راني مبصر معاك قومي فزي حرك راكي انتي عمارة داري والمرأة اللي ما بدلها بحد حد فزي معنى انا فما لبنت 17 سنة لا والو لا ها هو كي تجي تشوف هو كي تجي تشوف هذا شرط الله في طاعته اما الله غالب ربي سامحني مرأة ثانية ذي طول حبلت انا طيبة الإعدادية اللي قدمت لنا الفرصة باش نقدموا على مواهبنا وقدموا على الربح هذا المزيان نحب نقدم تحية خاصة وكبيرة لمجلس الإدارة وتحية لأمي وبابا اللي كانوا يساندوا فيا